السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا مكان ثاني ما راح تلاقي الكهربائي اصلا مركب، طبعا هاي البايبات اصلا ولا مهتم نهائيا. فهاي النقطة اللي انا بتكلم فيها، انه يعني عناصر العمل، كل مقاول يأثر على عمل المقاول الآخر، تمام؟ كل ما كان المجموعة طبعاً حابة تشتغل بأمانة، حابة تشتغل بشكل صحيح، كل ما كانت طبعاً العمل ناجح. ريد ركب واحد هون، ما مشكلة الحين هون. يريد يركب هون تاتش، يعني هذا بس في نص طابوقة فوق يقدر يركب سليف هناك. هذا مكان واحد. الحين نشوف حل مشان هذا، أنا يبطل نكشة ونشوف حل مشان هذا. أنت هناك؟ أيوة، ما يخلي بقى برا مني، ما في ما. هذا باب مني. أيوة هذا باب. أيوة يريد مني داخل. أيوة أيوة أوكي. وإذا يقدر بس في ملزمة مني، إذا يقدر مني بيكون أحسن. داخل أمان. كاي كاي أنت نفر مال برهان؟ إيه؟ مال برهان؟ لا. هارون. هارون أنا أخو هارون. أنت أخو هارون. إيه يده وهو أنبوت الغرى يده. طبعا هاي السليف اللي هو عبارة عن البايب البلاستيكي. جيب محمد، جيب يده قص على 1 متر. شوف 1 متر كافي. واحد متر كافي. لا 1 متر تحت. شوف طول مال السليف طبعا يتم قياس مسافة. لا فوق 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 متر، فوق متر يجي وين متر بس خلاص متر كافي. قص 1 متر مني. واحد مني ثاني. ثانية الحين نشوف. يمشي مضبوط الحين. وين جدار يجي آخر؟ هذا جدار صح؟ آخر. خلاص يمشي بس بند. بندته من تحت؟ ايه. ها؟ لا تحت. يركب تيب؟ ركب تيب. تحت ركب. ركب خلاص زين. شوف كيف ايضا هذا السليف يتم تركيب التيب اللاصق حتى طبعا ما يدخل كونكريت خلال اعمال الصب، وايضا يتم اغلاقه من الاعلى. ركب اسوي اصلا. ها؟ سبري؟ اسوي. ليش؟ هذا بيسوي ليش اصلا؟ مال خشب؟ في؟ هذا طرف ولا هذا طرف؟ مكيف هذا طرف. مكيف هذا طرف. طبعا هذا السليف اللي احنا بنتكلم عنه بايب بلاستيكي. طيب هذا مكان ما في مشكلة، بعيد من دي بي صح؟ ايوه هذا دي بي. لا يعني مني ركب ما في مشكلة.
طبعا مثل ما بنقول دائما احيانا احنا بنشتغل مع كهربائيين للاسف بيرفض اصلا انه يركب هاي البايبات، تمام؟ بينما مثل ما شفتوا المقاول اللي موجود معنا حتى مهتم بكل الامور والتفاصيل وعارف وفاهم شو رح يصير طبعا في المراحل المتقدمة من العمل، تمام؟ فهو بيثقب الخشب مثل ما شايفين وبنزل بايب كهربائي، وهذا البايب الكهربائي رح يكون مستمر من الطابق الأرضي أو من السويتش المكيف، رح يوصل وصلة باتجاه الوحدة الخارجية. خلاص هذا انا ركب اثنين مني، هذا فوق باب، تحت باب كيف؟ تحت باب؟ ايوه شو مشكلة؟ تحت باب سيدا سيدا، هذا تحت باب، ايوه باب في هاي فوق، هذا باب يجي اخر سطح؟ في واحد متر فوق، انا ما اريد اركب مكيف مني، هذا بس من داخل الجدار انا اودي غرفة مال خدامة داخل فور سيلينج. غرفة مال خدامة ما يمشي يعني داك؟ دكت بعيد، نركب بايب الغاز داخل الرايزر، طبعا احنا الرايزر نحاول نبعد عنه، يعني حتى لو كان المهم انه بايب الغاز ينزل عندي داخل السليف من الاعلى باتجاه الاسفل، بعدين انا امشيه فوق السطح المستعار او الفول سيلينج ما في مشكله، ولكن المشكله لما انت تركب البايب داخل الرايزر رح تطلع البايب من الجدار اللي بيكون هون مبني حول الرايزر في الأعلى، وأيضا رح تطلع البايب من الجدار اللي بيكون نازل باتجاه الحمام. فهون العملية هاي إخراج البايبات، طبعا معظم الأحيان العمال اللي بيكونوا بيشتغلوا بالطابوق بيسكروا هاي الدكتات، بيكسروا بايب الغاز، بيحرك بايب الغاز بدون أنت ما تكون موجود أحيانا. فإحنا منحاول انه طبعا دائما يكون حصرا البايب اللي نازل من السطح باتجاه الاسفل يكون ضمن سليف. من بعدها احنا اذا بدنا نمشي طبعا بشكل عرضي داخل بيكون اسلم وافضل من انه احنا طبعا نركب بايب الغاز داخل الرايزر اللي هو قلنا احنا غير مخصص للتكييف، الرايزر غير مخصص للتكييف، مخصص للصرف طبعا الصحي. وعندنا هذا مثال هون اللي احنا امبارح بالشرح شرحنا عنه، قلنا انه عندي هذا الرايزر انا موجود، تمام؟ يعني ممكن اي واحد يقول لك الرايزر قريب، ولكن انت كيف راح تطلع بايب الغاز وتمشيه لحتى يوصل لهون؟ اكيد انت راح تدخل طبعا بغض النظر انه راح يطلع هون بطريقه خاطئه من الرايزر، تمام؟ وراح يتعرض ممكن لمشاكل، ايضا راح تضطر تدفن بايب الغاز ضمن الجدار، تمام؟ حتى تقدر توصل لهون مكان تركيب الوحده الداخليه، ولكن لما احنا نركب هذا السليف انا كل هاي العمليه مش مضطر لها، بايب الغاز راح يكون ستريت من عند الوحده الداخليه حتى يطلع باتجاه الوحده الخارجيه بدون اي مشاكل، بقدر اركبه بكل بساطه ضمن السليف، وايضا لا سمح الله صار اي شيء بقدر اسحب بايب الغاز وبدله في اي وقت، بينما اذا دخلته من الرايزر ودفنته انا بالجدار عمليا ما عاد نقدر نتحرك في بايب الغاز بغض النظر عن الاخطاء الفنيه اللي راح تحصل خلال عمليه التركيب. هذا موضوعنا بالنسبه لليوم، حبينا طبعا
نصور من موقع العمل حتى تكون طبعا الصورة أكثر إقناعا. إن شاء الله هاي الفيديوهات إحنا راح ننزلها على قناتنا على اليوتيوب. اللي ما كان معنا طبعا موجود في البث أو في البثوث الصباحية، في عندنا بثوث مسائية لشرح أعمال التصميم، وأيضا في عندنا قناتنا على اليوتيوب موجودة إن شاء الله. تقدر تدخلوا على الزر في البايو وتشتركوا معنا في القناة. يعطيكم العافية متابعينا الكرام، السلام عليكم.